الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لا معبود إلا الله. عليك. لا معبود إلا الله. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طب والله يا سيدي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. يا رب صل عليه. يا رب يبارك لك يا سيدنا. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله
لقد أحصاه لقد أحصاه لقد أحصاهم وعدهم عدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك صلى الله عليه وسلم وبنهبك عليك يا رب افرح صدرك. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه. بسم الله الرحمن الرحيم طه. بسم الله الرحمن الرحيم طه. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. طب صلوا عليه صلوا عليه كمان زيدوا الصلاة عليه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله.
إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الرحمن 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 على العرش استوى. له ما في السماوات وما الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. الله 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 فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى عليك؟
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الله أكبر. آمين. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله عليك يا ولاد. الله 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 الله.
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري يا سيدنا تعليم فلما فاخلعنا عليك إني أنا ربك فاخلعنا إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا أؤمر عليك يا دكتور حبيبي حركة أسفل
الحمد لله وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها الله يرحمه رحمة الله عليه ربنا يفيض عليك وجود عليك كمان وكمان يا سيدي يا رب وإياكم يا دكتور فيها معجزات عظيمة وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ما الله يفتح عليك الصلاة على سيدنا النبي تعليك يا دكتور تعليك يا عمنا سيدنا النبي قال ألقها يا موسى الله قال خذها ولا تخف قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف عليك يا عمنا
سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك لك يا مولانا. عليك يا عمنا. عليك يا دكتور حرك يا محرك الوجدان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا